نفسي اعرف بس انت زعلان مني ليه؟ انا زعلتك في ايه؟ قسما بالله العلي العظيم اني احبك واعزك يعني، وانت شيء مهم جدا في حياتنا وما نقدرش نستغنى عنك. بس يا اخي في شيء غريب سبحان الله، تدخل من الباب عايز تطلع من الشباك ليه؟ بس زعلناك في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، مش عارفة اعمل ايه بس عشان تفضل معانا وتجلس معانا يعني تداوم معانا شوية، تعيش معانا حياتنا اللي احنا فيها، بس انت ابدا مش راضي. مش عارفة يعني سبحان الله ولا اله الا الله، احنا بنعمل فيك ايه وحش؟ ايه اللي احنا عملناه فيك وحش؟ ايه اللي احنا اسألنا لك فيه عشان تسيبنا وتمشي بالسرعة دي؟ طب اقعد معانا شوية، ده احنا بنعزك، اقعد معانا يعني، بص حسسنا انك موجود في الدنيا. حرام عليك اللي انت بتعمله بجد بجد، انت كده تعبتنا. محدش يفهم غلط يا جماعة، محدش فكره يروح لحاجات تانية. ترى انا كان حديث ودي بيني وبين الراتب، يعني هو زعلان مننا دايم بيدخل من الباب وعايز يطلع من الشباك. طب اقعد معانا شوية يعني، خلينا نتآنس بيك كده وبجمالك. ابدا ابدا مصمم ان هو يطلع، فقلت اكلمه كلمتين حلوين كده يمكن ربنا يصلح حاله ويفضل معانا شوية ويقعد معانا شوية ويساعدنا في حياتنا. بس الراتب والله يا جماعة بصوا يعني، ربنا يعين، ربنا يعين الواحد على حياته ويعين الواحد ويساعده بجد. الله المستعان، الله المستعان. ده بس كان حديث ودي كده بيني وبين الراتب، وحبيت ان انا اكلمه كلمتين حلوين يمكن ربنا يحنن قلبه علينا ويفضل عندنا شوية ما يطرش. يلا الله المستعان، ربنا يبارك فيه يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.